عودة لكم من جديد، وما زلنا مستمرين في مشوارنا المسائي لليوم. وكالعادة حضرة المساء لا يمكن أن يخلو من الكلمة الجميلة والإحساس الصادق، وبالتأكيد دائم الفن والقلم والشعر هي أصدق ما قيل من الأحاسيس. دائما ما يعبر بكلمات متناظمة جميلة هي قادرة على تغيير أحاسيسنا ونقلنا من مرحلة لمرحلة تانية في الإحساس. محمد، الشعر إيقاع خاص عليك، الكلمة فيه بتأثر في الواحد، ممكن تنقلك لعالم ومود مختلف تماما. طبعاً علاقتك كيف مع الشعر؟ والله بحب أتذوق الشعر، لكن ما جربته. ما بتذكر كتبته أيام مدرسة يعني كده كتبته، لكن تجارب في محاولات متواضعة محاولات متواضعة خلينا نقول. احنا عشان كنا حنقول لك طوال الدين نص، عشان كده قلت لك متواضعة. صحيح. نعم بالتأكيد. لكن طبعا معانا اليوم في هذه الفقرة الختامية الشاعر ماجد أحمد قاسم. أهلا بك ومساء الخير عليك. مساء الخير على ناس تجيب الفرحة مما في، سعيد جدا أكون في حضرة المساء. شفت الناس إن شاء الله أكون خفيف الظل عليكم. طبعا من البداية ولا تعبني ولا سألت متواضع وغير. هوشت أنا كده. صح. مرحبا بك يا ماجد. وفي البدء إحنا دائما حقيقة لما يكون معنا شاعر بنحس إنه هو وقع معنا في الفخ من البداية، طوالي عايزين نص. أديك أكثر نص محبب إلي، محبب إلى الجمهور، وعامله نغمة مزازيك. وبيقول لما زول بجد يريدك حقه تخلص وما تخونه، لما يهب لك روحه انت ما تخيب ظنونه، ما تكون في الريد اناني واجبك انه الحب تصونه، لما زولك مره يزعل امسح يندم عاد عيونه، لو بيشك في الريد مره طمنه امسح ظنونه، اصل دنيا الريد عميقه وشفت كيف الريد مراحل، مره الام في الضماير مره من طعم المناحل، أو تخضع مرة نفسك أو تقول الحب ده ساهل، لو حبيبك جال عليك أبقى سامح وما تماحد، لو تظن الريد لعبة أنت في أبعد السواحل، لو يكون الريد مغيم السعادة بيبقى حافل، ولما الريد يبقى صوري ما بيجيب غير المشاكل، ولما الريد يبقى صوري ما بيجيب غير المشاكل. الله لا يجيب مشاكل. الله لا يجيب مشاكل. يا سلام. يعني ماجد، يبدو أنه عندك وقع خاص على نفسك في القرام والفراق واللي هي حاجات الحنينة دي، فيبدو أنه أنت قلمك دائما بميل لها، ولا بميل أكثر لأشعار الوطن وللأشعار أو المرابيع والدوبات والحاجات السودانية أكثر؟ أنا بميل للمرابيع أكثر. أنا من محمية غربي شندي، بكتب دوبات وبنفس السياقة بكتب نصوص غنائية ونصوص خوة ونصوص عادية، فالشعر باع طويل، فممكن من المرابيع اللي بدأت بها. أقول كنت في الجامعة، بدأت 2016 جامعة العلوم التغانة مع نهايتها، أول مربوع كتبتها صارحت الجميل بالريدة صرح راضي، بعد أيام عسل ريدتنا أصبح ماضي، قلت له بيننا أحكم أنت في الريد قاضي، شن هجوم وقال لي أنت كيسك فاضي، فات خلاني في نص الطريق وحداني، ما عافي له ما دام بصدود أذاني، واعد قلبي دائما بلو، تخيل في رحلة برضه قام شراني، ريدي متين وريدك أنت فيه هشاشة، فاكرك لي زهر وليه حرام غشاشة، شو ضاع طلع طبيعي دوام بكاشة، ما أجي تاني إلا شوفي عاد في الشاشة. كون شافتنا حاليا. نرسل لها التحية، نرسل التحية برضو لأهل المحسن. ونتكلم عن ماجد وبرضو النصوص الغنائية، عندك تجربة في كتابة بعض النصوص الغنائية مع مجموعة من الفنانين، فتكلمنا شوية عن التجربة دي. التجربة أول بدأت مع فنانية ربابة، تحية من هنا لمحمد برعية شارلي، تحية له، بديت أغنية، فتحية لمحمد عمر الحساني بديت أغنية، أغنية لعز الدين سعيد، وإن شاء الله في أغنية حتغنيها منال البدري. إحساسك شنو أنت كلماتك بتسمعها وهي تغنى، يعني إذا كان ربابة أو غيره والفنانين بيغنوها، أنت برضو بتتدخل في موضوع الأغنية نفسها وتفاصيلها، ولا بس تستمتع وأنت بتسمع في النصوص بتاعتها؟ والله مرات لما القصة تكون عايشة أو تشكر في ذول الجميل الطبع رايق والجميل الفريد، لما تلقى بغنيها بتلقى يعني نفس شعورك ونفس إحساسك وبغني لك فيها بتكون متكيف، ففي حاجات بتجي يعني هترشاد عادية، أغنية يعني عابرة بتحت ما يبقى شديد، فأنا بتكيف شديد للأغاني اللي بكون حاسها شديد، حتى لو أغنيتك حتى لو أغنيتي. جميل. طيب ماجد، حابين نسمع حاجة تسمينا شنو؟ طيب أنا الضيح ده ليك أنت. يا سلام. حيكون في مفاجأة في النهاية.
نسمع المفاجأة. خطيرة جدا. حمسني جدا. مفاجأة والله ومفاجأة للمشاهدين. جميل يا سلام. طيب يا نسمة في الصيف السموم. يا سلام. يا قمر بقت في الظلام. زيك مثيل أنا ما رأيت في ذوق كلامك يا سلام. ما أنت برسم للجروح. إذا القلب فقد الهيام. وانت در نفيسة غالية وانت لشمس الغمام وانت مفتاح للسعادة وانت تاجوج في المغام وانت نوارة فريقنا وانت حاشاك الملام وانت وردة عبيرة فايح وانت برسم للصغام وانت مريم في عفافة وانت انت انت حقيت الوسام فرطة صغرت والله بعد النظر صحيح الكلام ده يا وئام والله أبشر يا محمد أبشر أنت أبشر بالخير برضو كبس كان تختم القفلة بوئام يعني والله كان تي بوئام كان تي جديدة فالنص فتيل المفروض يجي الذي بتقول القصة إنه إنسان هواك في قلبه ما فيه ذو سواك عاوز يعيش أفضل دراك أحلامه تتحقق معاك بكل بساطة إيه مش يفوت تتقبله لا ما بتتقبله تتقبله لا عاشقاه لي قلبك حبيب سميتي بالفارس النجيب ظنيتي لك اقرب قريب اصبح بعيد ما مستجيب ولقيت لي غيرك قريب لو جاك له بترجعي كيف يا لا هاي مغام عندنا غالي غالي فيه وكتبت انا كم مغالي فجاه ساعدني وحيد لحالي وصار عنيد لي لا يبالي اصبحت بي هنا ابكي تتقبله نوعا ما اهداني الاف الغرام اهديت له باغات الوسام ودعني ما قال لي سلام ما همه يا اخي لو كان اموت لو جاك له بترجعي؟ لا انت لاحظتها؟ لا في قساوة شديدة يا سلام عليك ماجد يلا ماجد تكلمنا عن اول حاجه حارجع بك للمحميه غربي شندي المحميه انت ايش فيها يوم طفوله دي اثرت فيك ولا لا متابع بعدين مع الاهل هناك متواصل معاهم بيدوهم رايك في او بتاخذ منهم راي في موضوع الكتابه لانه بالتاكيد هم اهل فصاحه واهل صح. كتابه ودوبيت يعني بالنسبه لل انا ايش في المحميه نص عمري جيت منها انا بقرا في تامن يعني 13 14 سنه اهلي في الحره احوش جدي احمد الامين النور عندهم عندي اهالي الكليسات في سقادي عندي اهالي بالرياب في الكمير وفي المفرعه انا بحييهم تحيه خاصه اتعلقت بالبادي شديد كتبت مرابيع كثيره عن للمحميه وكتبت عن نهر النيل عامه لكن نسبه ان انا اللي جيت لنصوص وجيت فرهد بالبنطلون والقميص وكذا جيت منورنا اليوم لكن نعم. ممكن اديك للمحميه اهل الجود والكرم وبيوتنا نحن تكيه نكرم الضيف ونكسي الجار ويدنا سخيه بس يا عزة هن الرقزة والصقرية والكرم الكثير خلقوها في المحمية أبشر نحن منابع الجود اللي دينا ندية ركازين مع الصوت اللي بيوجع عصرية نحن في المحاص واحدنا بيوزن مية وزال من جبال العقبة والمحمية أبشر والله أبشر أبشر بالخير يا سلام يعني حقيقة ما شاء الله عليك يا ماجد يعني على الغزل وعلى أيضا الدوبيت والمرابيع كل حاجة أنت عندك لا أسلوبه وطريقته وقادر تثبت قلبك فيها لكن الوطن الوطن هو الحب للجميع الوطن هو كل ما كتب شاعر كتب صح. للوطن هل عندك كتابات للوطن؟ والله كتبت للوطن قصيدة بس كل منها مربعتين وطن ده أمنا يعني نعم هو الحبيبة الأولى فقلت نحن العزة نحن الفخر نحن الدانة ونحن في الدواس كذب اللي بيقول صدانة كلامي الدائر أقوله بكل صدق أمانة كل سوداني وإما يمشي يلقى مكانه نحن بالكرم رب العباد خصانا دون خلق الله كلمتنا من نجيبة ملانة مرفوع راسنا كالضابة اللي بيقول زلانة غيرنا من البعد للميل يمن الخانة نحن بلدنا كدم إن الله جاية وجيها ما هي إن اللي بتمرق دون توري وليها نحن بلدنا مهما غني ما بنو فيها حلفت حرام عليكم كيف تبشروا لها أبشر 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 تحية الوطن الحبيب يا أبشر تحية الوطن بالتأكيد نعم بالتأكيد مساحة جميلة يعني صراحة ختام جميل مع الشاعر ماجد أحمد قاسم وافتكر دائما الشعر يا وئام يعني وسيلة سريعة في إنه نوصل بها أحاسيسنا ونوصل بها انتماءاتنا وحبنا للشخص الآخر حتى حبنا لبلدنا ولوطننا العزيز السودان اللي نتمنى دائما إنه يعيش في أمن وفي رخاء وفي حب وفي وئام يعني
نعم بالتأكيد. تأكيد الشعر هو اللغة اللي اتفق عليها، لغة الحب والمودة زي ما قال محمد. ماجد أحمد قاسم، شرفتنا ونورتنا، ونشوفك في مساحات أكبر وأوسع، ودائما يا رب من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. سعيد جدا لكم الاستضافة، والتحية من هنا للوالد والوالدة وجميع الأخوان. تحية للشاعر عبد الجبار النقر ويوسف الدنقع النورابي قرشي عمران اليوسف أبي. لنلتقي في حلقة قادمة على برنامجي في دوحة الإبداع. إن شاء الله نشوف موفق إن شاء الله كمان في برنامجك يا ماجد.